شو صاير لهي المرة من أول الحفلة هلأ ما قعدت وهالرقصة كتير صعبة؟ خلصنا اترك المرة بحالة، ليك ما أحلى رقصة أصلاً. ما شاء الله زليخة خانم طالعة بتاخدي العقل. أنتي منيحة أمي؟ سيبيل أنا لازم أعتذر منك يا بنتي. شو صار؟ شو مناسبة هالحكي؟ لأني تصرفت غلط معكم وكنت أعمل مثل ما بده. كنت دائماً أقول إنه كل شي بيشوفه صح، لهيك جاهلت أفكاركم وطلباتكم، بس هلأ صحيت على حالي وعرفت إني كنت غلطانة. بتمنى لك حياة حلوة مع إيرهان، خليكي دائماً قوية وديري بالك على حالك وعلى جوزك كمان يا بنتي، وإن شاء الله على طول بشوفكن مبسوطين أنت وأختك. إن شاء الله يا روحي أنتي. شو في ابني؟ طاهر بيك، سكروا لنا الأوتيل، حاولنا نتصل فيك كتير، بس للأسف ما رديت على تليفونك. كيف هيك صار؟ من شوي إجت الشرطة وحاوطوا الأوتيل، مع إني حاولت إمنعهم، بس ما ردوا علي. إسماعيل بيك، أنت شو عم تحاول تعمل من غير شي؟ وضعي كتير سيء. مشان تعرف اني انا ما بحب امزح يا طاهر بيك بنوب، الوقت عم يمر، حبيت نبهك. فهمت، بس يا اسماعيل بيك الشيء اللي عم تعمله اسمه غدر وطعم بالضهر كمان. غدر؟ كلام مؤثر. كتير حلو. لكن خليني اقول لك شيء، اذا ما نفذت اوامري ما راح تحصل على المي حتى من المطر. خلينا نشوف. صحة وهنا. وهلا شو العمل؟ شو لازم أعمل؟ رح أروح على بيت الجبل لحتى أهدى وروق وجمع كل أفكاري ولاقي حل، وبعدين بواجه إسماعيل بيك وبوقفه عند حده وبواجهه كمان. لازم روح، هيك رح أعمل. تاكسي تاكسي. ما عم بفهم ليش هالخدامة ما عم تفتح لنا الباب. هلا بتفتح. طاهر بيك. زليخة شو في على راسك وشو هالثياب؟ طاهر بيك وصاحبته. انت شو عم تخرفي؟ بعدك بعدك. شو اللي عم بيصير هون؟ هلا بنفهم شو القصة. اجا طاهر بيك مع هديك المرة. ليكي اجا الختيار المراهق. شكرا. شو عم يصير؟ شو قصتك سيد طاهر؟ معقول تجيب صاحبتك على حفلة الحنة تبع بنتك؟ من وين بدي أعرف إنكم عاملين حفلة الحنة هون؟ أصلاً هذا بيتي ولا نسيتي؟ أنت غلطان سيد طاهر، هاد بيتي أنا ومسجل باسمي. أنت يلي هديتني إياه بذكرى زواجنا العشرين، ولا لا تكون نسيت؟ لو سمحت اطلع لبرا. والله قوية يا ماما، وما بينخاف عليك، قلعتيه من كل البيوت. شكرا. رجاء اذا بتريد لا تخرب ليلة بنتنا اكثر من هيك، وروح من هون. ورح انقذ سينيم قبل ما تورطها مثل سيبيل. اكيد ما رح اسمح لك تدمر لحياتها، عم تفهم؟
يلا اطلع لبرا. يلا. استنى طاهر، وهلأ لوين بدنا نروح؟ هلأ رح وصلك على الأوتيل، وبعدين في مكان كتير مهم لازم نروح عليه. يلا. مننهي الحفلة إذا بدك؟ لسه السهرة بأولها، رح نكمل من محل ما وقفنا. يلا يا بنات، يلا يلا تعالوا. زليخة شغلي الموسيقى. يلا. الله دخيلك، واخيرا رح تتجوز. والله صبرت ونلت، عن جد تستاهل. رح تصير صهر عائلتكم اصلا. بحبك كثير ارهان حبيب قلبي. رح نشوف شو يعني هذا الحكي بعد الزواج. شو هذا أخي؟ هدول صوري أنا وإليف. هذا كل ماضي كبن على السريع. إذا ما بدك قلي أنا بروح بكبن. بروح كبن؟ إيه؟ أنا آسف إيرهان، بس بدي أفهم أنت ليش حاقد كتير على خطيبتك؟ لا تقول خطيبتي. لا ولو مو لهالدرجة، ممنوع أقول خطيبتك؟ إيه ممنوع. إليف حامل من تونجاي. كيف؟ من تونجاي كوراسلان. إليف وتونجاي كمان؟ دقيقة دقيقة، أنا ما عم بفهم شي بالمرة. إليف مستحيل تعمل هيك شي يا أخي. بلا طلعت بتعملها أخي. سكر عصيرة بكفي. انت شو يلي جابك؟ ما قلتي لي روح جيب اغراضك وتعال انتقل لعندي على البيت سبيل خانم؟ انا ضبيت اغراضي وجبتهم لهون. اف بابا وقيسين خلوني انسى الحنه وكل شيء. شبك بكره عرسنا سبيل، شو نسيتي يعني؟ كمان نسيته؟ لا مو لهالدرجه سبيل. عم تمزحي معي؟ أنا تعبان ورح نام. بكرة برتبهم ماشي؟ أنت ما رح تنام هون، على الكنباية. يلا روح، بكرة عنا شغل كتير. تتشنج رقبتي على الكنباية؟ على الكنباية. وخاصرتي بتوجعني؟ على الكنباية. عمودي الفقري؟ على الكنباية. بكرة الصبح بس في برتبهم، بس رح تتشنج رقبتي وخاصرتي رح توجعني.
تصبحي على خير. وانت بخير. ايدك شفرة ولا انا غلطان سبيل؟ ايه صح؟ بقدر اعرف شو بدك تساوي بهي الشفرة؟ اكيد فيك تعرف. شو؟ رح احلق لك حلاقة العرس. لا سبيل، رح خلي الحلاق يلي بحارتنا يحلق لي حلاقة العرس. لا تتعبي حالك. اها، كأنه خايف مني مو هيك؟ ايه خايف منك، انتي بتخوفي كتير سبيل. ايه لا تخاف. ايرهان، انا مرة كتير بغار، قصدي إنه ما بقبل جوزي يطلع على غيري حتى لو كان زواج مبني على اتفاقية، فهمت؟ وقتها بزعل كتير. هو أنا لما بزعل ما عاد شوف قدامي بنوم، لاحظت هالشي. بس إذا كان زوجي مخلص رح كون زوجي لطيفة كتير. ورح أسعده كمان. ورح يحب الحياة كتير معي. بحب دقنك وهي خفيفة أكتر. أنا هلأ عندي شغل، جهز حالك. إيه؟ لا تتأخر المساء. ما رح أتأخر بنوب. فهمت شو بدك. فهمت. بابا، لوين رايح؟ بنتي نازل على السوق شوي. يعطيك العافية، بس ليك ما تطول كتير ولا تعب حالك، بكفي اللي صار معك مبارح. لا 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 تخافي، يلا بخاطرك. الله معك. اوف، بيكون نسي شي شغلة. انت شو جابك لهون؟ اجيت لأعزمك شخصيا، قلت مشان واجبك يعني. ما فهمت على شو بدك تعزميني يعني؟ اكيد ما بتعرفي، ما هيك؟ انا وإيرهان رح نتزوج اليوم المساء.
بعرف تفاجأتي، بس ما حدا توقع يكون بهالسرعة، يعني إرهان هيك بده، قال إنه كتير مستعجل. طيب إذا ما بدك تباركي لي هلأ بتباركي لي المسا، شو رأيك؟ بعرف ما رح تتحملي إنه إرهان مع وحدة تانية، بعرف كتير إنه الموضوع رح يكون صعب، بس هذا اللي صار، شو بدنا نعمل؟ أنتي مرة كتير سيئة سيبيل، وما رح تقدري تساعدي إرهان. منشوف؟ منشوف؟ أكيد ما بتعرفي مهد، أنا وإرهان رح نتزوج اليوم المساء. بعرف تفاجأتي، بس ما حدا توقع يكون بهالسرعة، يعني إرهان هيك بده، قال إنه كتير مستعجل. كأنك تفاجأتي مو هيك؟ طيب إذا ما بدك تباركي لي هلأ بتباركي لي المسا، شو رأيك؟ بعرف ما رح تتحملي إنه إرهان مع وحدة تانية، بعرف كتير إنه الموضوع رح يكون صعب، بس هذا اللي صار، شو بدنا نعمل؟ اجيت؟ مرحبا إرهان بيك، أنا محامي الست سبيل جينكي زوندار. تفضل، هاي اتفاقية زواجك. الست سبيل بعتت لك إياها كرمال الدقة وتوقع. اتفاقية زواج؟ شو هالاتفاقية هاي؟ هات لشوف شو القصة. في حال ما كنت مخلص لهذا الزواج لازم أدفع تعويض قيمته 1,150,000. تماماً. تقدر تفوت وتسكر الباب وراك؟ معلش؟ أكيد. بقدر شوف رفقاتي 3 مرات بالشهر، مرة كل 10 أيام، ولما ما بلتزم بهي الشروط بدفع تعويض 20,000. شو مفكرتني قاعد على بنك؟ تمام. شو في كمان؟ مثل رواية روسية، لازم طالع مرتي عشية برا 2 مرات بالأسبوع ومرتين على السينما ومرة بنحضر حفلة موسيقية. إذا ما التزمت بدفع 30,000. أنتو عن جد عم تشوشوا لي عقلي كتير. وفي حال ما اهتم بنظافته واموره الشخصية بيدفع تعويض 40,000. اوه، مع مين جهزتوا هي الاتفاقية؟ واضح انكم متفقين مع شي شيطان كتير كبير. نسيتوا تضيفوا عليها انه ممنوع اتنفس. ليك اذا بتجمع الدنيا كلها علي ما رح وقع على هي الاتفاقية، مستحيل. بس الست سبيل طلبت انك توقعها. ما رح وقع وما بقدر وقع عليها اساسا، خلص انا رح احكي مع سبيل بتفاصيل هي الاتفاقية، انت لا تشغل بالك ابدا، ماشي؟ بس لا بس ولا شيء. بتمنى لك التوفيق، انا ما بدي اعطلك اكثر من هيك لو سمحت. يا ارهان بيك انا ما فيني اطلع قبل ما انت توقع الورقه. رح تطلع. بترجاك ارهان بيك. رجاء إرهان بيك. انا في عندي شغل كثير. يلا الله معك. بس شوي اسمعني. الله معك. رجاء يلا بترجاك انا بحكي مع سبيل وبتفق انا وياه. خلص انت لا تشغل بالك، مو معقول. يا شو هاد؟ قال اتفاقيه. قال لا مو معقول ابدا. هي الاتفاقية اتفاقية زواج ولا اتفاقية استغلال؟ معقول كل ما غلطت غلطة بدي حط لي فوقي واللي تحتي يعني؟ لنشوف مين عم يدق. أهلين أخي صمد. ما تواخذني إرهان، رح أطلع فوراً من الشركة.
ورح وصل لعندك خلال 10 دقائق. في شيء مهم لازم تعرفه. لا ما في داعي تجي لهون لحتى تخبرني شو في. يلا قلي قلي على التليفون. ليك ابن حماك المستقبلي دون جاي عم يلعب بديله، فهمت علي؟ عن جد؟ إرهان رح يسرق 1,000,000 دولار من الشركة بمساعدة الواطي فكرت، وفكرت رح ياخد 100,000 دولار منهم. بما أنك صرت مدير عام هون قلت لحالي لازم تعرف. شي كتير حلو والله. خلينا نعمل هذا العرس هلأ وبعدين منحل هذا الموضوع. أنا هلأ مشغول باتفاقية مجبر عليها ولازم سكر. ماشي صمد؟ شو هالاتفاقية؟ اتفاقية استغلال جهزتها سبيل وبدياني وقع عليها. بدياني على كل غلطة ادفع ضريبة مشان ما عيدها أبداً. تمام تمام يلا سكر.